أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من تلفزيون وطن. تمكن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث منتصف ليلة أمس من زيارة الأسير محمد عثمان زيادة من قرية بيتلو قضاء رام الله، والذي أصيب بعيار ناري في الرأس قبل أيام خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز بيت إيل شمال رام الله. وقال برغوث أن الأسير المصاب لا زال يرقد في قسم العناية المكثفة بالمشفى، وأن وضعه الصحي غير مستقر وتحت الخطر الشديد. استشهدت أم وطفلتها وأصيب زوجها وثلاثة من أبنائها إثر انهيار منزلهم نتيجة غارة إسرائيلية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الأحد استهدفت موقعين بمدينة غزة. اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم جثمان الشهيد فادي علون بعد أسبوع من احتجازه بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة. وشيعت جماهير غفيرة من أهالي حي العسوية جثمان الشهيد رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي صاحبت عملية تسليم جثمانه. لمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت وطن.تي في. دمتم في رعاية الله.